لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان. أما بعد، اللهم نقي قلوبنا من كل شقاق وشك ومن ضر لنا، واجعلنا ممن يسعون بالخير في ديار الإسلام وفي غير ديار الإسلام، لأننا نريد أن نكون من أهل السلام. يا سلام، اجعلنا من أهل الكلام، من أهل الشياطين والإنس والجن. آمين يا رب العالمين. أما بعد، الآن سنكتب بآية فقط من سورة فاطر. سبحانه وتعالى لو كرياتور، هي آية 10. رب يقول فيها: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. احنا نعرفوا غريزة حب العزة مزروع فينا، كل إنسان يحب يكون عندي ميتر، يحب يكون له مقام. لكن نفترق حين نمر إلى مرحلة التحقيق لتلك العزة. المؤمن الصحيح والمؤمنة الصحيحة عزتهم من عزة الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المصيبة هو كانوا كثير من الناس يدعون الإسلام منذ زمان، ويقولوا ويسحروا مش يقولوا احنا مسلمين أكثر من اللي يدعون الإسلام. صحيح، في بعض الأحيان تجد تلقى في حزب مادي تلقى من هو رباني لكن عنده أهداف معينة يحب يوصلها، لكنه في صدقه مع الله إلى حد لا بأس به. وتلقى في مقابل له إنسان يدعي الإسلام وهو من حزب الله وكذا وكذا وكذا، وهو من أفسد الناس، وهو يشوه من ينتسب إليهم حتى يفسد عليهم أمرهم، كما قال يعقوب النعمة: وأنا حذرت منه كثيرا، قلت لكم راكم مخترقين، تحبوا ولا تكونوا مخترقين. أنا أتحدث على ما علمت عن ناول خاصة من عنف فيهم ومن تشرم ومن عدم الابتعاد ومن عدم الأمانة. يقولك سمعتك وفهمتك وما شيء، لا هذا لا يفرق ما بين الكوع ولا بو. هذه المصيبة اللي هي اختراق قضايا من طرف الأصوليين، سواء كان من حزب الجديدة أو من حزب التجمعين المفيد ولا مع أي حزب كان، الاختراق هو موجود في كل حزب. لكن الذي يعيب على أهل النهضة هو أنه يترك مثلا في نابل من هم ليسوا بنائين لصالح البلاد، بل بنائين لمجد من يريدون لأنفسهم، يطلبوا في عزة في غير موضعها، وعزة لا يقبله الله، بل يجعل الله سبحانه وتعالى مكان مذلة وشنار وعار والعياذ بالله. إذا نرجع للآية، من كان يريد، وهنا مش عيب العزة، من كان يريد العزة فلله العزة، يعني مش يملك تلك العزة والله لا شريك له. في كل الأمور المخلوق هو بحاجة إلى خالقه سبحانه وتعالى الأول. من كان يريد العزيز المتين، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، ما قال فلله العزة فقط، جميعا. يعني يا نايمين أراكم خارجين عن سكة الواقع وزد الدنيا روح، أنتم ناس تعيشوا في هدايا لا سوى ذلك، ولا لا تصبح منكم بكم أنفسكم، ولا أنتم تصبحوا من البلاد، بل أنتم لعنة للبلاد والعياذ بالله. وتعرف ما معنى لعنة الطب من رحمة الله ما لم تتوب. هذه هي علاش أقعدت تونس عن الانطلاق الحقيقي منذ وقت كبير، أو مش نقعد وكذا، هو بالحقيقة أو مزيدوا يغوصوا في الكذب والبهتان وتخريب البلاد بكل فور. حالتكم تشتري بالأموال عن طريق السواع، عن طريق الهول، عن طريق العملاء والطابور الخامس، حددتكم بالأموال، ما هو المال قيام الأعمال. تونس باركة من زمان رغم الخيرات اللي أعطاها ربي، ورغم السواعد للذكور والإناث اللي هي تبذل
مش تنتج. دائما احد عم ينكر التونسي الحر والتونسية الحرة معروفين بذكائهم، معروفين بسخائهم، ومعروفين باجتهاداتهم الصائبة، ومعروفين بإنتاجاتهم القديمة. هذا ما أحد حب ينكر. من كان يريد العزة لكذا، لكن إذا تعلم أن العزة مرجع إلى الله وكلها بيد الله. أنتم أين ذهبتم يا شدد الأفاق ويا أهل النفاق والشقاق وسوء الأخلاق؟ أين أنتم من هذه العزة؟ أنتم خذيتوا العزة من أوهامكم التي زرعها إبليس في كيانكم، فاعتبرتم أنفسكم أن فعلاً أنتم أهل كفاءات ومؤهلات للخير والبناء، وهذا الباطل لا مؤهلات لكم من مؤهلات التخريب. وهذا افتضح أمركم من زمان بعيد. لماذا أنا استغرب التوانسة اللي صدقوكم كيفاش تلقى لي عليهم حيلة صادرة من أمثالكم؟ استغرب حيث أنتم خارجين عن الآية الكريمة. يعتبرت من العز لله وأنها جميعا لله، بل وليتم تمتموا العزة هي ما صوره لكم شيطانكم عبر تخيلكم المريض بقلبكم مرض يكون مرض، حيث لا فائدة من التقليل ولا التوسع في هذا الأمر، لأنكم مصابين وأنتم كما أخطر من أهل المصابين بالجدام لا ليبروباتور. يعني الحديث البولشيفي كان دقيقة فيها، من تهر من المجدوم فرار تفر منه فرار من الأسد، بينما نبينا عليه الصلاة والسلام أكل من هو مصاب بليبر أخرى الليبر تبركلويد. يعني هذا هو الإسلام حقيقي واقع فعلا. أنتم اخترتم طريق الشيطان فلكم مصير مثل مصير إمامكم الشيطان. من كان يريد العزة فلله العزة في الجميع، إليه يصعد الكلم الطيب على أهل وقول الناس حسن، احنا نقولكم كلمة باية وإن كانت جارحة لأنها ممكن تشخيصية وهي وصفية، نوصف لكم الحالة كما الوصف. أنا بشدة أقول لك يا ولدي مش تتناول العلقمة، مش تتناولها مش تقتل الجرثومة أو تقتل السمو، خلي روحك تمشي مع الإرشادات تسلم. وإذا كان قلت هذا يهدي وأنا لا أؤمن بالكتب ولا حاجة فانتظروا ما ينتظرك. أنا من كان يريد العزة لله العزة في الجميع، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ليرفعه. لا عنا الكلم الطيب موجود في النار وفي النار. شو أحسب لكم؟ اللي تقول لنا كلام يغسل الحرير ويوسع لك ويقصع لك وتقول لك الدنيا جات بكل حذافيرها. لكن الحقيقة الله ميز بين القول والفعل وحذر من فصل بين العالمين. قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الصفر: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذا موجود في بعض المهضويين حبيت ملكاتهم، لأنه ليس من مهضويين. هذا ما لا تقولوا بالكذب والبهتان والضحك على نقول الإنسان. اكرموا الناس يكرمكم ربي. ولهذا أنا أدعو الناس أحرارا فقط وحرائرا أن ينتبهوا إلى هذا الداء العضال ويطهروا صفوفهم ويستعينوا بعلماء نفس اللي عندهم علم فراسة حقيقي باش يعرفوا من خلال الخط ومن خلال قسمة الوجه من فوق سكوري بيزا من خلال نقطة الجسد ومن خلال ذات اللسان يعرفوا اللي هو من هم اللي هم دخل عليكم. هذه عملية تطهيرية لا مفر منها، ولا دليتكم كم مرة أن تقوموا بهذا الشيء قبل ما يفوت الأول، وهو بدأت النتائج العكسية. وانا كما كنت حصلت الهشيم بدأت تظهر على 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 ايامكم الان. لا نريد ان تكون ثم مهازل في صفوف من يدعي الاسلام. عيشوا الاسلام حقيقي. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه. اي لا يقبل الله منك عملا لم يرتضيه، لأنه عكس ما قلت تفوات به أنك تريد الإصلاح. كما كان النبي عليه السلام يقول أن يطلب من أي إنسان جزاء
كان يقول إن أريد الإصلاح ما استطعت. أنا أريد أن أقول لكم ما أمرت به وأنا ملتزم به، فهذا أدعوكم إلى هذا الالتزام، لا غير، لا شيء آخر. هذا هو الإسلام، ولا خفيف نظيف، ما قل ودل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات، هذا يكون التاريخ كله بالآن، هؤلاء العصابات، وهي كلها عصابات المافيا والعياذ بالله، وعد اسمها المافيا، يعني جماعة تخدم الظلام وتفتك بالإنسان وتفسد عليه اقتصاده وأمنه وحريته كل شيء. هذا هو المافيا البرجوازية، المافيا التجمعية، إلا من رحم ربنا. قل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واعفو واصفح وقول سلام. وين من الناس اللي يعفو ويصفح ويقول سلام؟ قليل. لذلك ما لناش إسلام حقيقي إلا في قلة من الناس، لأنه لو انطبقوا الإسلام الناس تبحث عن الخلاص من الأوهام ومن الآلام. يوم يعطيه الإسلام الحقيقي يعيشوه حتى توليه بنا نموذج براديج موديل يعتبر، توليه أسوة حسنة في مكان نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يخلينا من السيئات ويضع مكانها المحاسن. انتم كنتم الدور ده هو الدور اساسي في تغيير الاوطان والشعوب واصلاح الاحوال الاقتصاديه والسياسيه والجيشيه، يعني العسكريه، هذا كله لا يجي الا باسبابه. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ستين punition sévère. Punishment sévère, punishment. ومكر أولئك هو يبور. المكر هو أن تتلعب بالحقائق وتنسج خيوط غير شرعية باش تحقق ما تجو به نفسك. احنا انتصرنا هو الحزب هذايا، ولا استحوذ على المقاعد الكل، ولا سلطة مبقية. هذا مكر. فماش تستعين باش تلقى ناس أغلبية إلا في الفساد، أما أغلبية في الإصلاح قليلة في التاريخ كله. على كشامة كل النبي عليه الصلاة والسلام، المؤمنين عددنا قليل، لكن من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله، وهذا سنعود إليه على قلة الأعداد. لا تعني كلمة قلت الفساد الحال، لا تعني النكسة، لا تعني، لا، بل هي درس. وقال رب سبحانه وتعالى لكونه ما تظنش اللي جاك من ألم هو يعني عبارة على ألم لا يزول. من هي الأيام وتلك من التجارب وتلك الامتحانات يسوق الله لكل العباد. منهم من يصمد على حق ويموت عليه فهم المنصورون، وقلنا ليموت وقتها. ومنهم من اختار الباطل وزوقه وألبسه لباس لا يجوز له أن يلبسه، لباس التقوى ولباس الدماثة والمجر. لكن أنا ما قالهم الكذاب الخسران المبين. القول ربي سبحانه وتعالى لا معذاب شديد ومكر أولئك هو يهور سسون يوزان قريب كي نو أكون فالور كبير يبون دي بشيء شو يبون مالور. هذا شو شعر يعني أنتم كما تقول أنت حضرت قبوركم بديكم فرطوها بديكم وأسنانكم الكريحة وإيداكم أيديكم ملطخة بدينار الشعوب. أنتم هيأتم كل الأسباب لكي ما لا تكسر كياناتكم وتخلى بيوتكم وتأخذ منكم الأموال المسروقة ويفتضح أمركم. هذا الكل وآت وحضرت منه سنوات طوال قبل ما عام 11 ونقول يا ناس القاعدين يتفزدوا من سعينا واتباع سعينا راه يأتيكم على الحساب، يأتيكم على يوم حساب دنيوي وآخر أخروي وثالثهما حساب الحياة البرزخية. حدثتكم كم مرة، لكن أعلم حكم علم المولى سبحانه وتعالى في شأنكم أنكم لا تفقهون حديثا
ولا تقبلون نصيحة ولا تتعظون بأحداث القوم الغابرين سبقوكم، هذا كل معروف. لكن ربما في تكرارنا للحديث التنبيهي ربما بعض منكم يتجعل الصحراء يقول لنا أنا كنت، ليولي بتغيير رأيه في نفسه وكشف لتناقضاته بين قولي وفعلي، يرجع كما تقولت إلى الرشاد ويختار من الصلاح مكان الفساد. هذا اللي نبتغيه احنا من الله سبحانه وتعالى، احنا نبلغ هم على رسول البلاغ، الأنبياء كلهم على رسول البلاغ، هم بلغوا عليهم السلام، نحن على خطاهم نهتدي فنبلغ، لأننا نبتغي وجه الله في هذا التبليغ، لا نسأل أحدا جزاء لأن الجزاء عند الله وحده، ولا نؤمن بغير ذلك الجزاء. والسلام على من اتبع الهدى.